بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيادة الرئيس. ربما تختتم هذه الجلسة بوجوب أن نتوجه بالحمد والشكر للمولى سبحانه وتعالى أن مصر تتقدم بالفعل خطوات ثابتة وقوية. أي منصف ما يقولش إن مصر تتقدم أو تعود للخلف، لا سريعا يا سيادة الرئيس. نحن نتذكر حالة البلاد والعباد أثناء الفوضى في الشوارع وحصار المحكمة الدستورية وحصار مدينة الإعلام وحالات القتل والغزو المشيد للدموع. المشهد الذي نعيش فيه الآن يؤكد أن مصر بالكامل تقدم. ما يحدث داخل المجلس النيابي في مسألة تهم الشارع المصري وهي تعديلات دستورية وفتح أبواب المجلس على مصراعيه للجميع والاستماع إلى كافة الاتجاهات والآراء، قطع هذا التقدم محفوظ. لابد أن نحمد المولى سبحانه وتعالى عليه. أيضا استمعت للجميع وربما سمعتم ملاحظات عديدة أضافت إلي شخصيا، ولكن أود أن أقول أيضا أن ائتلاف دعم مصر والأغلبية عندما تقدمت بتلك التعديلات لقد اجتهدنا تشريعيا ودستوريا وسياسيا أنا وزملائي، وكان الهدف الأول والأخير هو تحقيق الصالح العام للبلاد والعالم. هذا هو كان الهدف الأساسي، وسوف يسجل التاريخ للأغلبية أن ما تقدمت به في وقت ربما كانت القلوب مختلفة ويخشى الجميع أن يتقدم بتعديل، تقدمنا يدفعنا الدافع الوطني لهذه التعديلات التي سيثبت التاريخ أنها جاءت في التوقيت المناسب. الأغلبية في مجلس النواب سيادة الرئيس، أيضا هناك تعديل يشهد به الجميع. الأغلبية التي في مجلس النواب تستمع بأسلوب حضاري إلى كل الآراء وإلى المعارضة، نستمع إليها بإنصاف وباحترام شديد، وهذا أيضا يعد تطويرا في العمل التشريعي. فيما يتعلق بالإعلانات الموجودة في الشارع الآن، يعني أنا لي تساؤل يا سيادة الرئيس. البعض قال يعني إزاي يبقى في إعلان وإحنا لسه ما انتهيناش؟ الله، طب ما من اعترض على التعديلات سواء جزئيا او كليا اعترض عليها قبل ان تنتهي الجلسه وتصل الى صيغه نهائيه؟ ولكن فلسفه التعديلات واضحه للجميع. التعديلات تستهدف تمثيل جميع فئات الشعب. التعديلات تستهدف امن واستقرار هذا الوطن، تستهدف دعم سلطات الوطن. ومن هنا كان تأييد البعض لهذه التعديلات، لأن الأمر واضح ربما في هذه القاعة نناقش صياغة تعديل، لكن التوجه العام هو الذي دفع البعض سواء مواطن في الشارع أو أحزاب إلى تأييد هذه التعديلات، لأن هدفها هو ثبات
استحقاق هذا الأمر. في النهاية يا سيادة الرئيس، وأنا مش عايز أدخل في المواد باعتبار إن أنا مقدم طلب التعديلات، ولكن ينبغي أن أسجل لسيادتك كل الشكر على إدارة هذه الجلسات، إدارة احترافية رائعة أتاحت لي الجميع مناخ مناسب لإبداء الرأي. في النهاية اسمح لي سيادة الرئيس وباسم الأغلبية أن أسجل لجميع زملائي كل من وافق وكل من اخترق وكل من عدد، فقد أثر هذا كله الأداء التشريعي الدستوري داخل هذا المجلس حتى أضحى هذه الأيام وتلك الجلسات عملا جديدا نفتخر به وتفتخر به مصر في الحياة اليومية. أختتم كلمتي بأنني أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق زملائي في اللجنة التشريعية للوصول لقيادة السيد المستشار الجليل بهاء بن شوقة. أدعو الله سبحانه وتعالى بعد أن استمعنا إلى الجميع وأضفنا وأصبح لدينا توجهات عديدة، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يهيئ للجنة التشريعية الأسباب حتى نخرج بصيغة ترضي الشعب المصري وتحقق المصلحة العامة، ولله نحتصر ونتريى. شكرا سيادة الرئيس. شكرا لسيادة المستشار عبد الله.